حرف التاء في بداية الكلمة نضع فتحة تا 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 تا، ثم بعد ذلك مد بالألف تا 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 تا، نطيل صوت حرف التاء تا، ثم بعد ذلك حرف الراء، حرف الراء نضع كسرة ري تا ري تا ري ري تا ري تا ري، ثم بعد ذلك مد بالياء، مد بالياء ري ري تا ري تا ري تا ري، ثم بعد ذلك حرف الخاء في آخر الكلمة نضع ضمتين خن تا ري خن تا تا ري خن تاريخ 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 تا مد بالألف ري مد بالياء ري تاريخ تاريخ تاريخ، ممتاز.